السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي، لكم التحية والاحترام، وأشكر كذلك كل المتتبعين الجدد والمتتبعين الأوفياء الذين كانوا يساندونني في الرفع من مستوى هذه القناة ولنستمر في نشر الفيديوهات إن شاء الله. إخواني أخواتي، أسعد الله أوقاتكم. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا هذه المضخة صغيرة الحجم داليمونطاسيون ديالها 220 220 45 واط. بالنسبة للكونسوماسيون ديالها بحال إلا مخدم واحد لا لومب. إذن على بركة الله، بالنسبة للصورتي ديال المضخة هي هذه، كيركب فيها واحد الراكور ديال السيس. لونطري ديال الماء هي هذه. هنا عندنا لاليمونطاسيون ديال الضوء 220. بالنسبة للابريسيون ديال الماء تقدر توصل لنا 160 بسي، يعني 20 بار او 16 بار. ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم هاد العناصر كاملة، كل واحد وشنو الدور ديالو. عندنا هذا واحد لافان باش غادي نسدو عليها الماء. عندنا هاد لافان من طبيعة الحال كيركب ليه تيو ديال السيس، فيه واحد لونطري وفيه صورتي. اما بالنسبة لهاد ليتي كنراكورديو بهم ليتويو، وبالنسبة للثمن ديالها ثمن متوسط. وعندنا واحد لامارك ديال الانوكس، هاد لامارك شوية دايرة الثمن، كيستعملوها اصحاب المقاهي في البريميزاسيون ديال التبريد ديال المقاهي او للمطاعم او لجاردان، ويمكن تستعملهم في لي فلتر ديال الماء. عندنا هاد لامارك الزرقاء هي تقريبا ارخص ثمن، كدير 5 دراهم البياسة. بالنسبة للبريميزاسيون اللي راكبة فيها، بريميزاسيون ديال الانوكس هي اللي كتعطينا هاديك لافابور على حساب لابريسيون ديال المضخة اللي عندنا. كنركبو العدد ديال لي بريميزاتور، هاد الرشاشات كيتواجدو عند ليدروغري دروغري اللي كيبيعو السيستام ديال الفابوراسيون. قريبا كيتواجد ثلاثة الأنواع ديال الرشاشات على حساب المضخة اللي عندك وشحال فيها من بار. والطريقة ديال التركيب ديالها، كتركب كونيك، كتبرك عليها كتدخلها مزيان باش كتشد، لأن كتكون عليها واحد لابريسيون كتيرة بزاف تقدر تخرج من بلاصتها. عندنا هاد الفلتر ديال الماء كيكون عند صحاب لي دروغري ديال البياس ديطاشي، هذا فلتر ديال المازوت او لا ليسانس، نستعملوه لهاد المضخة هادي على حساب يفلتري لينا الماء اللي كيدخل المضخة. المضخة مخصوش يدخل ليها الماء فيه الكالكير، لان الا دخل الكالكير غادي يسد لينا الرشاشة. عندنا تويو ديال السيس كاليتي خاصها تكون مزيانة على حساب باش يتحمل لابريسيون ديال 20 بار او 16 بار. طريقة ديال التركيب ديالو، كيركب كونيك، من بعد غادي ندير معاه واحد المحاولة باش نخرجو، ما غاديش يخرج لان لابريسيون كدفعو العكس كيشد. والطريقة ديال الفكان ديالو، عندنا واحد سيركليبس كدفعو كتجرتيه. عندنا واحد لامارك اخرى ديال الديس، هذه ديال الديس ما يمكنش تركب لينا هنا في السيس من طبيعه الحال، هذه غادي نديروها في لونطري ديال الماء، غادي نخدموها في المضخه، هي اللي غادي تجر لينا الماء. وهذه المضخه تقدر تجر على مترو، تقدر تجر على مترونس بالنسبه للجران ديال المضخه. وبالنسبه للدفع ديالها تقدر توصل حتى ل 10 مترو 8 مترو. بالنسبه للفلتر، هذا هو المكان ديالو، كيركب قبل المضخه باش يفلتري لينا الماء على حساب الكالكير. هنا ان شاء الله غادي نركبوا هاد السيستم ديال الفابوراسيون في المروحه على حساب الا ما عندناش التكلفه باش نشريو سيستم كبير، لان الثمن ديالو ثمن خيالي، كيوصل حتى ل 7000 درهم 8000 درهم. نقدروا نستغلوا هاد المضخة الصغيرة، غادي نصاوبوا بها مثلا ثلاثة المروحات، ممكن هاد المضخة تخدم حتى لستة رشاشات او خمسة. واتي متتبعي قناة خليفة الغزالي، تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش تستافد.
كيفاش غادي نديرو البرونشمون ديالو وغادي نركبوه في المروحه. وما تنساناش الاشتراك ولايك وتعليق محفز باش نستمروا ان شاء الله في نشر الفيديوهات، وكل الفيديوهات هي كتصب في المنفعه ديال المنزل ديالك. اذا اخواني تابعوا معي الطريقه الصحيحه لتركيب هذه المروحه. بالنسبه اخواني اخواتي لهذه المضخه فين غادي نصيبوها، كاينه فليكس بريسيو ديال القهوه، الماكينه اللي كتعصر القهوه الحجم الصغير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسانا بالاشتراك ولايك كي نستمر في نشر الفيديوهات إن شاء الله.